صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله
لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغ من العلم. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو
صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون